مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة من قناة الفلوجة التي استفتحناها منذ ساعات الصباح الأولى لمتابعة استفتاء أقليم كردستان الذي انتهى في هذه الأوقات بعد أن مدد لساعة أخرى. وبالتالي مضى الاستفتاء أمام كل هذه التحديات الجمة التي واجهها من ضغوطات محلية وكذلك ضغوطات أقليمية، بدت كلاهما متصاعدة تجاه أقليم كردستان، ولكن بالنتيجة صندوق الاقتراع الذي ذهب إليه الكرد في استفتائهم هذا اليوم ربما يكون مؤسسا لمرحلة أخرى. بالتأكيد هي مرحلة أزمة ولن تكون مرحلة حل بشكل أو بآخر. سنكون في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام مع ضيوف نناقش وإياهم تطورات مشهد اليوم في قضية الاستفتاء من جهة، وقضية كركوك من جهة أخرى التي تفاعلت على مستوى أمني إلى حد كبير يمثل خطرا على هذا الملف الشائك. ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور أشواق الجاف، العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عضو مجلس النواب، وكذلك الدكتور يحيى الكبيسي مباشرة من عمان، والأستاذ حيدر الملا القيادي في تحالف القوى، وربما ينضم معنا لاحقا الأستاذ كريم النوري القيادي في منظمة بدر. البداية مع الدكتور أشواق الجاف. دكتورة، كيف سارت الانتخابات ونسبة الاقتراع؟ يبدو أنها يعني إلى حد كبير تؤكد بأن الشعب الكردي ميال إلى الانفصال عن العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولضيفك الكرام ومشاهديك الكرام. بالتأكيد الشعب قد ظلم أبان النظام السابق وأيضا أبان هذا النظام. شعب تم دفن 180 ألف شخص، أحياء دفنوا بالمقابر الجماعية وقصفوا بالسلاح الكيميائي، وكان نتيجة القصف 5000 شهيد، تدمير 4500 قرية على رؤوس أصحابها واستشهادهم، أيضا زج النساء والأطفال وكذلك الشباب في السجون كسجناء سياسيين، وأيضا ما بعد 2003 قطع الرواتب بشكل شفهي بدون أمر مجلس الوزراء، عدم إعطاء حقوق البيشمركة من معاشات وأسلحة، وأدى إلى أنه يقاتلون داعش بكلاشينكوفات قديمة، وأيضا عدم إعطاء حقوق الفلاحين، وعدم تطبيق الدستور وانتهاك الدستور في 55 بند منه. بالتأكيد حرب الحقوق مع أبناء الشعب الكردستاني أدى إلى أن يكون قراره بأن يذهب إلى الاستفتاء. الشعب الذي صوت لبقاء مع العراق الواحد الموحد في 2005 واختار أن يبقى مع العراق ظنا منه بأن بنود الدستور سوف تطبق على أرض الواقع ويحصل على حقوقه، اليوم سوف نسمع ماذا يريد. نحن الآن ننتظر فرز الأصوات وسوف نسمع ماذا يريد. هل يريد أن يبقى ضمن العراق الواحد الموحد أم يريد أن ينفصل؟ بالتالي هي عملية ديمقراطية مباشرة لمعرفة ماذا يريد المواطن الكردستاني بكل قوميات الكردية والعربية والتركمانية والكلدواشرية وكل أديان الإسلامية والمسيحية والكاكية واليزيدية وكل أطياف. طيب دكتورة، يعني بطبيعة الحال السؤال الجوهري الآن، إرادة الشعب بالتأكيد هي إرادة حاسمة ومصيرية، ولكن برأيك هل الشعب الكردي يعني مدرك لطبيعة التحديات المقبلة، مدرك لطبيعة الضغوطات الإقليمية والمحلية ربما تتصاعد إلى مواقف عسكرية أخرى؟ هل حسب الشعب الكردي والقيادة السياسية في إقليم كردستان حسابات لمثل هذا التوقيت؟ سيدي الفاضل، كل هذه الأمور التي حدثت والتهديدات التي كانت تطلق من هنا وهناك وتضارب التصريحات لنفس الدولة هي جزء من الحرب النفسية التي كانت تمارس ضد أبناء أقليم كردستان لفنيهم عن الذهاب إلى صندوق الاستفتاء. لأن الكل يعرف عندما يقول الشعب قوله فهي تمثل إرادة الشعب، ولا يمكن أن يتم إيقاف إرادة الشعب أنذاك حتى من قبل الأحزاب الكردستانية نفسها. وهذا ما تم إبلاغنا به بشكل صريح عندما كنا نزور القيادات في اتحاد الكردستاني، قالوا نحن نعرف ماذا يريد الشعب الكردستاني، وعندما يحدث الاستفتاء فلا يمكن أن يتم إيقافه إلا أن تتكون الدولة الكردستانية.
بالنسبة للدول التي هددت منها إيران والجارة تركيا، لم تحب الدول التي هددت في لا هي الدكتورة هي عبرت مرحلة التهديد معذرة، يعني كانت تهدد والآن أغلقت الحدود، كانت تهدد والآن أغلقت الأجواء، فبالتالي الآن انتقلنا إلى بس حتى أكمل الفكرة، انتقلنا إلى يعني جانب عملي لما كان يهدد به سابقا. ماكو حدود مغلقة يا سيدي الفاضل، تناقل الأخبار بهذه المغالطات غير مقبولة. صحيح أنه الجو من قبل الجارة إيران بناء على طلب العراق قد تم إلغاء الرحلات، لكنه تركيا أنا أعتقد استمعوا لما تقول الآن، تقول سوف تستوفي يعني الرحلات سوف تستمر ولا ليس لها علاقة بعملية الاسترساء. يا أخي الحدود البرية لم تغلق، هذه كلها إشاعات. أنا اسمح لي أن أكمل الفكرة، أنا أعرف ما هو الذي تم إطلاقه. نفس هذه الدول هددتنا في التسعينات، ونفسها أمريكا لم تكن مشجعة، لكن وجود الإرادة الداخلية أدى إلى أن يكون هنالك برلمانا ومن ثم هنالك حكومة. هنالك الكثير من الأمور التي لا تستطيع هذه الدول أن تنفذ تهديداتها العسكرية، لأنه الكردستان اليوم وزارة البيشمركة مع وزارة الدفاع جزء من التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، بالتالي سابقا كانت لها الجبال، اليوم هي جزء من التحالف الدولي جنبا مع جنب مع اخوانهم في الجيش العراقي. هنالك تنسيق عالي المستوى مع الجيش العراقي في الحرب ضد داعش، وايضا الان في تحرير الحويجه. ناتي الجاره ايران اذا ارادت ان تغلق الحدود هي اول المتضررين، لان عليها حصار دولي، هي بحاجه الى العمله الصعبه، فبالتالي نحن نغلق الحدود مع في باشماخ نصف ساعه لغرض الغداء، تقول اجعلوها شفتين لا نريد اغلاقها نصف ساعه. اليوم اذهبوا الى معبر باشماخ وانظروا الى كيفيه الحركه طيب. التجاريه اقوى من اي يوم اخر، فبالتالي يا اخي العزيز هي باحوج الى العمله الصعبه، وهي بحاجه الى اي منفذ بري او بحري. ناتي الى جاره تركيا حالها نفس طيب. الشيء. دكتوره نتوقف عند الجاره التركية. دكتوره نتوقف عند الجاره التركية حتى يعني نرجع الى موضوع الاستفتاء في وضعه الداخلي، وارجو ان تتحملين بالمداخله عبر الهاتف باطول وقت ممكن، لأنه حضورك في هذه الحلقة جدا مهم، كنا نسعى أن تكوني عبر الأقمار الصناعية ولكن وجودك بالسليمانية ربما صعب الموضوع. فالآن نشرك الدكتور يحيى الكبيسي والسيد حيدر الملا. دكتور يحيى تفضلي دكتورة قبل ما أنتقل. دكتور يحيى سريعا، أنا لدي التزام وطلبي مني فقط 10 دقائق طيب. مداخلة، ولهذا السبب أنا أتأسف عن المواصلة في جيد. هذا البرنامج، كنت أحب أن أستمر. ممكن يعني ممكن نمون على حضرتك ب5 دقائق أخرى إذا أمكن دكتورة. أنا جدا متأسف لأن طيب. الالتزام ماشي. هو عالي المستوى، هو جيد. التزام ماشي يعني ماشي دكتورة لا بأس دكتورة، فقط صبرت شوي، أنا خلي نسمع مداخلة دكتور يحيى الكبيسي وبعدين أرجع لك حتى ما نتأخر عليك كثيرا. دكتور يحيى، هل تعتقد بأننا سوف نكون أمام أمر واقع في أقليم كردستان في إطار التعامل مع النتائج؟ مرحلة الفرز الآن والعد بدأت، وبالتالي ربما خلال ساعات سوف نكون أمام نتائج استفتاء أقليم كردستان، هل سوف نكون أمام أمر واقع جديد في شمال العراق؟ يعني بداية مساء الخير لك دكتور زيد ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الفلوجة. يعني بداية قبل الحديث عن الاستفتاء، يعني أنا أريد أن أوضح نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنني أنا شخصياً مع حق تقرير المصير، هذا حق أصيل لا يمكن لأحد مصادرته تحت أي ظرف، وأيضا لا يمكن بناء الدول بشكل قسري وبشكل يفرض على مواطنيها. يعني الدول لا تبنى إلا إذا ما شعر أبناؤها جميعا بأنهم ينتمون إليها، وبالتالي سيكونون حريصين على حماية وحدتها والدفاع عنها. لكن أيضا يعني في إطار هذين المبدأين العامين لا يمكن الحديث عن انفصال يقرره طرف واحد، يعني لا القوانين الدولية لا ميثاق الأمم المتحدة يتيح لإقليم كردستان الانفصال من دون توافق داخلي، يعني من دون موافقة الحكومة المركزية، تحديد الحدود، الذهاب إلى مجلس الأمن وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنهم يجب التمييز بين حق تقرير المصير كحق أصيل والذي مورس اليوم من خلال الاستفتاء، والترتيبات التي يمكن أن تتبع هذا الاستفتاء. يعني ومن استمع إلى السيد مسعود برزاني في
خطابه في 4 فبراير شباط من هذا العام عندما أعلن هذا الاستفتاء قال بشكل صريح أنه الاستفتاء لن يعني إعلان دولة مباشرة يعني، وإنما سنذهب إلى مفاوضات مع الحكومة المركزية وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه ما زالت هناك فرصة متاحة لإيجاد خيار بديل بعيدا عن الخيار الوحيد الذي يطرح الآن. يعني الخيار الذي يطرح الآن كأنه خيار نهائي وهو بالانفصال ليس صحيحا، هناك خيارات أخرى، هناك خيارات أخرى. إذا ما إذن دكتور شعر الأخوة الكرد الاستفتاء الآن في أقليم كردستان فاقد لأحد دولة موحدة تحترم حقوقهم، أنا أعتقد هذا متاح. ولكن أيضا لا يمكن لأحد أن يعني يبرئ الأخوة الكرد من المشكلة، يعني هم كانوا شركاء أساسيين في مع الفاعل السياسي الشيعي في صياغة النظام السياسي العراقي الحالي وفي بناء الدولة الحالي. وبالتالي لتسمح لي السيدة أشواق إن كانت معنا، أنا أتحدث عن انتهازية وبراغماتية مارسها كلا الطرفان لضرورات تكتيكية، وكان كل طرف من هذه الأطراف يسعى لهدف مختلف. بمعنى طيب دكتور، دكتور فقط أعود التي إلى بني أعود على أساسها دكتور وكتب دكتور على أساس الدستور إلى كانت في أطار إلى هذه البراغماتية والتي لتسمح لي أن أسميها بالانتهازية. بمعنى كل طرف أراد أن يثبت في الدستور مكاسب الشخصية وليس بناء دولة ديمقراطية عراقية حقيقية. دكتور يحيى، في سياسة الأمر الواقع اللي سألتك عليها، هل سوف يعني يتعامل المجتمع الدولي على رغم فقدان فكرة حق تقرير المصير للكرد من عنصر الاتفاق وأن يكون بتفاهم من قبل طرفين أحدهما الحكومة المركزية والأخرى الجهة المنفصلة، هل هذا يعني بأنه لن يكون هناك شيء اسمه فرض أمر واقع وسوف يطعن ابتداء بنتائج الاستفتاء من قبل المجتمع الدولي تحديدا؟ لا لا، من الصعب يعني أن تفترض في السياسة لا وجود لثوابت. يعني لنأخذ الموقف التركي على سبيل المثال وتحولاته، لنأخذ الموقف الإيراني وتحولاته، يعني كلا الطرفين كانا مستعدين طوال السنوات 14 الماضية للتعامل مع كونفدرالية في إقليم كردستان أكثر من ما هي فدرالية إقليم كردستان. بمعنى كنا أمام شبه انفصال تام عن الدولة المركزية، ومع هذا كان هناك تعامل مباشر مع حكومة الإقليم. لهذا لا تستطيع أن تعتمد على العامل الإقليمي أو العامل الدولي. ولكني ما زلت أقول أنه في على المستوى القريب والمتوسط، على المدى القريب والمتوسط، لا أعتقد أنه ثمت شروط موضوعية داخلية كردية لإنتاج دولة موحدة. طيب طبيعة الصراع الحاد دكتور يحيى بين مضطر أرجع السليمانية وأربيل لا تتيح على المدى المتوسط والقصير إنشاء دولة كردية. مضطر العودة إلى الدكتورة أشواق الجاف حتى من آخرها عن التزامها المهم الرسمي. دكتورة أشواق، إذن ما يقوله الدكتور يحيى الكبيسي، لا توجد هناك شروط موضوعية، أنتم جزء من بناء هذا النظام السياسي لمرحلة ما بعد 2003، وهناك كما وصفها انتهازية وبراغماتية في التعامل مع هذا الوضع، لا يسوغ لكم بالمجمل أن تذهبوا نحو الانفصال. مع جل احتراني لضيفك الكريم، لكنه أنا لا سوف لن أدخل ولأول مرة في مهاترات إعلامية. أنا عضو في لجنة حقوق الإنسان البرلماني لدورتين، وعلى علم بالقوانين الدولية والقانون الدولي الذي وقع عليه العراق، العهدين الدوليين الذي وقع عليه العراق هو يعطينا الحق في تقرير المصير. هذا أولا. اثنين، مع من تتفق؟ هو حضرتك يقول لا يمكن أن تأخذها بصورة منفردة. مع من تتفق؟ أنت تريد أن تنفصل من حكومة لا تعطيك حقوقك، ونحن مارسنا ما ينص عليه القانون الدولي خطوة بخطوة، وكنا نتهم نحن نواب الإقليم بأننا نواب فاشلين لا نستطيع أن نجلب حقوق الشعب الكردي. طبعا الاتهام كان من الشعب الكردي بالمناسبة، فقط نركز على تطبيق الدستور ونقول يجب تطبيق الدستور، لكننا كنا نشرح لهم بأننا نطبق ما جاء في القانون الدولي، يجب التركيز على تطبيق الدستور وعدم الانحياز منه، لأنه في نهاية المطاف مع حكومتك التي تنتهك حقوقك باستمرار تصل إلى ما يسمى بالعدوان، وأن ذاك من حقك أن تطلب الحماية من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن الدولي. نأتي
دكتور عشان هذا الحكومه دكتور دكتوره ولكن الحكومه لي. الحكومه يعني كنتم شركاء فيها، انتم سويتوا الحكومه الحاليه والحكومه السابقه والدستور كتب من لدنكم. الراي العام يسال هذا السؤال. اكمل الله يخليك. فضل اسمح لي انا اعرف ايش بدي احكي، اسمح لي لا تقاطعني، اسمح لي. مو انا اسالك دكتوره، لازم اسالك. انا كلامي كان واضح وصريح بانه نعم نحن اتينا واشتركنا. هذا مو شيء مخفي، هذا غير قابل بالتفكير السياسي المزاجي كالذي يتبعه بعض السياسيين. نعم أتينا واشتركنا وكتبنا الدستور وضمننا حقوق الجميع، نحن لم ننسحب مثل البعض، كنا نتمنى أنه يعني تتحطم هذه العملية السياسية. لا، إحنا كنا عامل سلام ومهندسين سلام في بناء العراق الجديد. نعم هذه حقيقة، لم ننسحب ولم كنا نتمنى أن يعني يتدمر العراق ما بعد 2003، لكن مع كل أسف عندما بدأت الدولة بأن تقوى هذا الدستور ضرب بأرض الحائط، 55 مادة منه انتهيتت. نأتي الآن، هل كنا ساكتين عن هذا؟ لا، لم نكن ساكتين، حالنا حال أخوان السنة، هم كانوا يقولون بأننا شركاء لسنا شريكين في صنع القرار، ونحن أيضا قلنا. لكننا عندما يقول أحد لماذا لن تنسحب، أعيد وأقول لأننا كنا نتبع ما جاء في القانون الدولي، ومن يقول بأنه لا وجود للقانون الدولي لأنه أعطى حق تقرير المصير للدول المستعمرة، أنا أقول له يا سيد الفاضل اذهب إلى قرار 3070 للأمم المتحدة واقرأ ما يأتي فيه عندما يلزم الحكومات باحترام إرادة شعوبها، لم يقل الشعوب المستعمرة. طيب. وفرض عليها بأن تلتزم به. دكتور أسألك من الواقع. مع من نتفق. جيد ماشي، احنا حصلنا جواب على هذا الموضوع، ولكن الآن خليني أسألك من وحي الواقع. الآن في هذه الساعات في كركوك هناك تحشيد عسكري، هناك اشتباكات، وبالتالي مثل هذه الخطوات ستؤدي بالضرورة إلى اقتتال، وهذا ما هدد به حيدر العبادي رئيس الحكومة في خطابه يوم أمس. أولا لا يوجد اشتباك، ثانيا كما قلت فخامة رئيس الإقليم قالها أمس في مؤتمر الصحفي وقالها سابقا، سوف لن نطلق طلقة واحدة وسوف يستمر التنسيق مع الجيش العراقي لتحرير باقي أراضي العراق من داعش إذ أرادوهم هذا. بالتالي استراتيجيتنا نحن السلام، ومن يتوقع بأننا سوف ندخل في معركة، نحن لا نريد أن نهدر دم أي عراقي لأن الدم العراقية هي مهمة بالنسبة لنا. كيفما دكتورة في طوس خرماتو هناك قتيلين، هناك قتيلان من البيشمركة الآن بسبب اشتباكات مع الحشد الشعبي في طوس خرماتو تحديدا. أبدا لا توجد اشتباكات، الأمور مرشحة نحو التصعيد. سيدي الفاضل أعتقد من قناتكم الكريمة أن تأخذ المعلومة من المصدر إذاته، هنالك فعلا تم إطلاق نار على طاس، كانوا راجعين صوتوا في داقوق، كانوا في محل رجوعهم إلى خانقين، ذهبوا إلى بيت عدد من عناصر البيشمركة، ذهبوا إلى بيت زميل لهم وصديق لهم من الشيعة التركمان. إذن الناس متآخين يا أخي، لكن السياسيين بخطابهم الفتنة التي يبعثوها، السموم التي يبعثوها إلى الشارع هي التي تصور بهذا الشكل، فبالتالي الناس متآخين يا أخي. طيب. ذهبوا لكي يزوروا زميلا لهم، لكنه تم إطلاق نار، والكارثة بالموضوع أنه سائق السيارة كان من القومية العربية، فإحنا نتأسف، أنا يعني أتأسف لعائلة هذا الذي يعتبره اليوم شهيد، أنه قتل برصاص من قبل مجموعة كان تعتقد بأنه هو من البيشمركة. طيب. لكن هو دكتورة كان سائق لبار. أختم بسؤال بسيط ما أريد أطول وياك، هل ستعودون إلى بغداد بعد كل حملات التصعيد وإقالة بعض الموظفين الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء وما هو قادم؟ هل سوف تعودون إلى بغداد أم أنكم سوف تشعرون بالخطر ربما للمرحلة المقبلة؟ أولا أنا أريد أن أقول لكل الذين بدأوا حملاتهم الانتخابية بوقت مبكر ويطردون الكرد، أنا أقول أولا نحن لسنا مثلكم، نحن المنصب والمال ليس مهما، إرادة شعبنا هو المهم، هذا الفرق بيننا وبينكم. فمن يهدد بالمنصب والمال هذا أساسا ليس له اعتبار لدينا، ما له اعتبار هو إرادة الشعب. بالنسبة لما تفضلت به، هل ترجعون أو لا ترجعون، لا يوجد أمر لحد هذه اللحظة ولا نستقبل الأحداث، لكن إذا تريد رأيي الشخصي أنا مع كل أسف البرلمان اليوم العراقي بدأ بأخذ قرارات غير دستورية وغير قانونية، أي بما معناه بدأ هو أصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.
فبالتالي نحن لا نريد أن نكون جزءا من المشاكل، نحن نريد من حكومتنا أن تتحاور مثل ما تفضل السيد يحيى الكبيسي، لكن خطوات البرلمان الاستفزازية هي تريد قطع الطريق أمام الحوار ما بين الحكومتين. طيب. وهذا ما لا نرجو. فبالتالي أنا أقول على الجميع أن يهدأ كما قال وزير الخارجية البريطانية، أن يهدأ ويحفظ هدوءه، والخطوات القادمة والحوار القانوني والدستوري هو الكفيل بحل أي موضوع. شكرا جزيلا دكتورة أشواق الجاف عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، ونأسف كنا نود أن تكوني ضيفة. أرحب مرة أخرى بالأستاذ حيدر الملا القيادي في تحالف القوى مباشرة من عمان. أستاذ حيدر، باب الحوار وهو السبيل الأمثل، هل تعتقد لا زال متاحا وبالإمكان أن يلجأ يعني إليه طرفا الأزمة؟ طرف يعتقد بأنه ظلم على يد بغداد، وبغداد لن تعترف بنتائج الاستفتاء بالمطلق، إلى أين نحن ذاهبون؟ أستاذ حيدر. دعني أجيب بشكل مباشر، ما هو بديل الحوار؟ بديل الحوار يعني القتال، فبكل تأكيد في منطق السياسة لا يوجد بديلا عن الحوار. قضية الاستفتاء الأخوة في كردستان العراق أنا أعتقد فيها ثلاث عناصر رئيسية، الأولى تتعلق بحلم الدولة الكردية، والقضية الثانية تتعلق بالمناطق المتنازع عليها، والقضية الثالثة تتعلق بأزمة الشراكة في بغداد. ولذلك يعني يمكن تحدث الأخ العزيز يحيى الكبيسي حول مفهوم حق التمييز بين حق تقرير المصير ومفهوم الدولة، ولذلك لا أريد أن أكرر ما قاله، ولكن دعني أتكلم فيما يخص العنصر الثاني والعنصر الثالث. يعني اليوم المناطق المتنازع عليها في كركوك، سهل نينوى، حتى جبال حمرين، نحن نعتقد بهذه المناطق يعني تاريخيا هي مناطق عراقية، ويجب أن تكون هنالك تفاهمات. يعني تتفق مع دكتور يحيى الكبيسي أستاذ حيدر؟ أما ما عندك مشكلة مع تقرير المصير، لكن ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها فقط، هاي النقطة أرجو. أنا قلت لك أكو مميزة بين فكرة حق تقرير المصير وبين فكرة الذهاب لدولة بإرادة منفردة. يعني إذا ما يمكن ما ميز بشكل واضح الأخ يحيى، لكن هنالك يعني قضيتين منفصلتين. وبالمناسبة من أعطى حق تقرير المصير إلى الأخوة الكرد هم الإسلام السياسي الشيعي منذ أيام المعارضة، وهذا مثبت في مقررات مؤتمر لندن. وبالنتيجة أنا أستغرب لماذا يعني قيادات التحالف الوطني توقع على اتفاقيات ضمن مفهوم الاتحاد الاختياري أو الذهاب لحق تقرير المصير، ثم تأتي لتزايد على الشارع العراقي عبر وسائل الإعلام عندما تعبر عن رفضها لحق تقرير المصير للأخوة الكرد. هذا شلون نفككها أستاذ حيدر ما دام فتحت الموضوع بهذه الطريقة؟ الإسلام السياسي الشيعي هو السبب، ويعني فيما يسمى باجتماعات المعارضة، وكتبوا حتى الدستور العراقي بمضمونه العام ربما هي بالمناطق المتنازع عليها وتقاسم النفوذ. ما الذي تغير الآن حتى ينقلب الإسلام السياسي الشيعي على حليفه الكردي وينقض هذا الحلف الموجود من أيام المعارضة؟ يعني راح أجيبك على هذا السؤال، بس ما أريد أغادر فكرة المناطق المتنازع عليها، لأن أنا أعتقد قضية المناطق المتنازع عليها قضية استراتيجية موجودة في ضمير كل عراقي، ولا يمكن باعتبارنا مكون عربي في أن نضحي بمثل هذه المناطق. وإذا ما أرادوا الأخوة الكرد تحقيق حلمهم بفكرة الدولة، يجب أن لا يتحقق هذا الحلم على حساب التمدد على أراضي عربية أو أراضي عراقية. ولذلك يعني بالنتيجة ليس من مصلحة الكرد استعداء كل المكونات، ولذلك نتمنى عليهم أن يقوموا بسياسة مراجعة كما نطالب بغداد أو التحالف الوطني بالقيام بسياسة مراجعة. هذه المناطق مناطق عراقية، لا يمكن أن نقبل أن يكون هنالك تمددا كرديا عليها تحت ظل أي ظرف من الظروف. القضية الثانية يعني مشكلة التحالف الوطني، دكتور أستاذ حيدر خليني أدخل، عفوا، هذا الإجابة على هذا التساؤل فيما يتعلق يعني التحالف ما بين الإسلام السياسي الشيعي والبيت الكردي أرجع له، ولكن صراع النفوذ دكتور يحيى الكبيسي، كتبت مقال حول هذا الموضوع. صراع النفوذ
على المناطق المتنازع عليها وتحديدا كركوك، كيف سيدار برأيك؟ من لديه القدرة على رأب الصدع أو حقن الدم الذي يخشى أن يسال بسبب أزمة استفتاء أقليم كردستان؟ يعني دكتور سيد، أولا لا أريد أن يعني أسوق ما يقوله الجميع حول الدستور وما يقوله الدستور. يعني الدستور العراقي لم يحترمه أحد، والدستور العراقي كتب بصفقة، وبالتالي الكثير من الثغرات الموجودة فيه كانت نتاج هذه الصفقة. ولكن دعني أتحدث عن يعني المناطق المتنازع عليها، يعني ولا أعود إلى الدستور العراقي، سأعود إلى قانون إدارة الدولة. يعني من يعود إلى المادة 58 من قانون إدارة الدولة سيكتشف أن نتحدث عن يعني لأسميها صنفين من المناطق المتنازع عليها. تحدث في البداية عن التغيير الديموغرافي الذي جرى في بعض المناطق، ووضع آلية لمعالجة هذا التغيير الديموغرافي، ثم جاء في فقرة ثانية وتحدث عن التغيير في الحدود الإدارية للمحافظات، يعني التغيير الذي جرى في بعض المحافظات بعد عام 1968 تحديدا. وبالتالي إذا ما عدنا إلى أصل مفهوم المناطق المتنازع عليها سنكتشف أن هذا المفهوم لا علاقة له بالوقائع التي القائمة على الأرض الآن. بمعنى هذا المفهوم لم يسمي هذه المناطق المتنازع عليها، وتحدث فقط عن كركوك وأسماها بالاسم، وتحدث عن مناطق متنازع عليها بشكل مرسل. ولكن التأويل الذي جرى لاحقا كان تأويلا تبعا لعلاقات القوة، وبغداد هي التي أتاحت، يعني هذه النقطة التي أريد أن أوضحها، بغداد هي التي أتاحت للإقليم أن يتمدد على هذه المناطق المتنازع عليها بتأويل الإقليم. يعني الإقليم تمدد على مناطق لم تكن يوما من الأيام ضمن محافظات يعني كردستان، يعني سواء أربيل أو سليمانية أو دوك، وبالتالي من يعني تبعا لمنطوق المادة 58 من قانون إدارة الدولة التي اعتمدت في المادة 140 من الدستور. نحن نتحدث هنا عن مناطق سميت مناطق متنازع عليها بتأويل مفرط من طرف واحد مع صمت الطرف الآخر. المشكلة هنا أنه كل ما جرى في العراق بعد عام 2003 كان دكتور نتاج فقط سمي لي هذه المناطق بين الفاعل السياسي الشيعي يحيى. والفاعل السياسي الكردي دكتور يحيى، سمي لي هذه المناطق إذا أمكن اللي هي غير كركوك، لم تكن يعني اللي كردستان علاقة بها بالمطلق. يعني أولا هناك مناطق فيها إشكاليات، يعني مثلا شمشمال، يعني شمشمال تاريخيا كانت جزء من محافظة السليمانية، أضيفت إلى كركوك ثم عادت إلى السليمانية وهكذا. هذه مناطق يعني فيها إشكاليات، ولكن في مناطق أخرى لم تكن يوما جزءا من هذه المحافظات. يعني خذ على سبيل المثال سنجار، خذ مثلا زمار، يعني هذه المناطق كانت تاريخيا هي يعني على الأقل منذ بداية الدولة العراقية في عام 1921 كانت هذه المناطق جزءا من محافظة نينوى. خذ خانقين على سبيل المثال، لم تكن جزءا من محافظة السليمانية، يعني دائما كانت جزءا من محافظة يالا. ما أريد أن أقول هنا أنه كان هناك تواطؤ من الحكومات المركزية المتعاقبة، يعني بدءا من حكومة أياد علاوي وصولا إلى حكومة السيد العبادي، تواطؤ مع الفاعل السياسي الكردي لأسباب تتعلق بطبيعة الصراع داخل العراق. يعني دائما كان الفاعل السياسي الشيعي بحاجة إلى تأييد الفاعل السياسي الكردي لكي يضمن هيمنته على بغداد في مقابل أن يترك للإقليم هيمنته على مناطقه. وبالتالي كل ما جرى في العراق لا علاقة له بالدستور ولا علاقة له بالقوانين، كنا أمام صفقات انتهازية من قبل كلا الطرفين، أو لأقول صفقات براغماتية، بمعنى كان لكل من الطرفين هدف ولكنه أراد تكتيكيا أن يحيد الطرف الآخر. بمعنى الفاعل السياسي الشيعي لم يكن يوما مقتنعا بقضية تحقيق يعني قضية تحقيق يعني استفتاء تقرير المصير، ولكنه قبل ذلك لأسباب براغماتية، قبلها في مؤتمر صلاح الدين، قبلها في مؤتمر لندن، قبلها في مؤتمر فيينا لكي يرضي الفاعل السياسي الكردي، وليس لأنه كان مقتنعا بذلك. وعندما جئنا إلى ما بعد 2003 كنا أمام الانتهازية نفسها من قبل جميع الأطراف. لهذا
لا يستطيع طرف أن يتنصل من المسؤولية. بمعنى أنا استمعت إلى السيدة أشواق الجاف التي كانت تتحدث عن مظلومية وهمية ومظلومية مفترضة. لا، الكرد كانوا فاعلين أساسيين في المشكلة التي وصلنا إليها اليوم. هي تتحدث عن أن الكرد لم يخالف الدستور، وهذا غير صحيح. لا، غير صحيح. يعني هي كما تشكل على الحكومة الاتحادية بأنها خالفت الدستور في 55 موضعا، أنا أستطيع أن أسمي للسيدة أشواق الجاف عشرات المواضع التي خالف فيها الإقليم الدستور، لأن الجميع يعلم، الجميع يعلم أنه لا أحد في العراق يحترم الدستور. الدستور في العراق أداة سياسية تستخدم لصفقات سياسية. حتى المحكمة الاتحادية التي يتحجج بها البعض، هذه المحكمة غير دستورية وغير شرعية. طيب، وهي محكمة مسيسة. الآن الآن دكتور تمس، وسبب تسييسها أيضا كلا الطرفين، ما أريد أن أقول ببساطة أنه الجميع شركاء في الفشل الذي حصل، والجميع شركاء في إيصالنا إلى الكارثة التي نحن فيها الآن، وبالتالي لا يستطيع لطرف أن يتنصل عن هذه المسؤولية. وبالتالي على الجميع، ما هذا ما أريد أن أقوله، أن يجلسوا مع بعض مرة أخرى ليعيدوا صياغة عقد اجتماعي جديد بلا براغماتية وبلا انتهازية. جيد، طبعا أعود إلى هذه الفكرة، فكرة إمكانية الجلوس والحوار في ظل تمسك الطرفين بالخيارات المتاحة. تمسك بغداد برفض التعامل مع الاستفتاء بنتائجه وبتفصيلاته، وبالمقابل الكرد مضوا ربما إلى ورقة الاستفتاء باعتبارها ورقة ضاغطة للمرحلة المقبلة. أنا أود أن أؤكد للسادة المشاهدين، كان من المفترض أن يكون معنا سيد كريم النوري القيادي في منظمة بدر، ولكنه أخلف معنا الموعد ولا نعلم لماذا، رغم التنسيق المسبق وإعطائه يعني لنا كلمة. بالإمكان يكون على الهاتف؟ طيب جيد، يعني ربما يكون معنا في الدقائق المقبلة. أستاذ حيدر، الآن السؤال، إذا كان الموضوع انتهازية أو براغماتية كما سماها الدكتور يحيى الكبيسي، ما الذي استجد في علاقة الطرفين حتى ينفض هذا التحالف فيما بينهما بعد كل هذه السنوات من 2003 وحتى هذه اللحظة في بناء الدولة على السياق الذي تعيشه الآن، من دستورها إلى مناصبها وأدواتها التنفيذية والتشريعية؟ يعني واضح أنه التحالف الشيعي الكردي منذ أيام المعارضة العراقية كان يستهدف يعني إسقاط الدولة العراقية وليس فقط إسقاط النظام السابق، ولذلك لم تكن هنالك رؤية واضحة لمرحلة ما بعد صدام، ولذلك كل الرؤية التي يعني توجهت إليها هي عبارة عن صفقة مورست بين أو عقدت بين الطرفين أن يأخذ الكرد الإقليم أو شرعية الإقليم الذي يعني رسمت حدوده بسياسة الأمر الواقع بعد 91 مقابل أن يأخذ الشيعة الإسلاميين السلطة. ولذلك مثل هكذا اتفاقات يعني راح ضحيتها العراق تاريخا وحاضرا وحتى على ما يبدو الآن مستقبلا، وراح ضحيتها الشعب العراقي بكل تأكيد. هكذا تحالفات ذات طابع نفعي انتهازي لا يمكن لها أن تستمر. ولذلك وجدنا اليوم يعني لا الشيعة الإسلاميين استطاعوا أن يغادروا مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، ولا الأخوة في كردستان استطاعوا أن يكونوا رؤية كردية مجتمعة للذهاب لفكرة تحقيق الحلم الكردي. ولذلك وجدنا حتى الخلافات الداخلية الكردية يعني طفت على السطح في قضية يفترض أنها تمثل عاملا مشتركا لكل الكرد باعتبار الحلم الكردي هي حلم تاريخي يعني وليس حلم انبثق مع سقوط الدولة العراقية بعد 2003. ولذلك هكذا تحالفات يعني انتهازية بكل تأكيد هي مصيرها الفشل. ولكن يعني فقط جزئية أستاذ حيدر، يعني الآن الرأي العام ربما يطرح الفكرة الآتية بأنه أربيل جربت التماهي السياسي مع بغداد ووصلت إلى قناعة بأن إيران مستحوذة على الملف برمته، وبالتالي لا تريد أن تستقل عن بغداد وإنما تريد أن تستقل عن الاستحواذ السياسي الإيراني على كامل المشهد العراقي. هكذا يطرح الرأي العام على الأقل ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو رأيك بهذه الفكرة؟ يعني شوف، القضية الكردية في عمقها الحقيقي إقليمي دولي أكثر مما كونه داخلي عراقي. يعني
كرد العراق اليوم ايش قد يشكلون؟ 5-6 مليون كردي، يعني لا يشكلون رقما امام كرد تركيا اللي يتجاوزون 20 مليون او كرد ايران. يمكن الرقم الكردي الاقل في المعادله الاقليميه هو فقط كرد سوريا. وبالنتيجه انا باعتقادي سيبقى الفضاء العراقي هو الفضاء الافضل للكرد حتى مع حلم تحقيق الدوله الكرديه. باعتبار اليوم يعني تجاوزنا قضيه الاستفتاء، وحتى لا يكون هنالك لبس، الاستفتاء لا يعني اعلان الدوله. وبالنتيجه يعني انا اعتقد التفاهمات المبنيه على سياسه مراجعه حقيقيه، فلنعترف اننا بعد 14 سنه العمليه السياسيه دكتور فشلت. ازمه الثقه هي الحاكمه في الإجابة دكتور على مجموعة دكتور حمد. أستاذ حيدر، أزمة الثقة هي الحاكمة، أزمة الثقة ما بين كل الأطراف التي تدعون إلى جلوسها على طاولة حوار لأجل المكاشفة وحل جذري المشكلات، هي يعني تعيش أزمة ثقة، يعني أحدهما يطعن بالآخر، هذا يقول له إسرائيلي وهذا يقول له أنت إيراني والآخر يقول له أنت إرهابي، كيف يمكن لهؤلاء أن يجلسوا ولا يوجد هناك مشترك فيما بينهم؟ يعني أنا أشوف هذا بي شوية تسطيح للأزمة، قضية أزمة الثقة. يعني إحنا مو بال2004 وساقطة الدولة بال2003، نحن صار لنا 14 سنة. القضية أعمق من قضية أزمة الثقة. أنا أعتقد أزمة رؤية موحدة حول هوية الدولة العراقية، أزمة رؤية حقيقية في الانتقال بالحراك السياسي من مرحلة مكاسب السلطة إلى مرحلة الدولة، أزمة رؤية حقيقية في أن نكون مصلحة عراقية بعيدا عن المصالح الإقليمية، هي أزمة أن نغادر أن نكون صدى لصيحات وحناجر من خارج الحدود على حساب المصلحة العراقية، أزمة إرادة عراقية باختصار. طيب القضية أعمق أنتقل من قضية أنتقل أزمة الثقة التي قاعدة توصفها. نعم أستاذ زيد. نعم أنتقل إلى الأستاذ كريم النوري، انضم معنا الآن مباشرة في هذه الحلقة متأخرا جدا. أستاذ كريم، رغم اتفاقنا أن الموعد سوف يكون على الساعة 7، على أي حال أهلا بك في هذه الأجواء العراقية المأزومة. أسألك ابتداء عن كركوك على اعتبار أن هناك حديث عن تصعيد ومنظمة بدر أرسلت بعض الفصائل إلى هناك، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديكم ولضيوفك الكرام. يعني كما تعلم هو أساس الأزمة أنه الاستفتاء هو من طرف واحد، استفتاء باطل ونتائجه باطلة، وخاصة الأكثر استفزازا هو أن يقام على مناطق متنازع عليها، مناطق بعضها انتزعت بعد وصول داعش وفق نظرية ترسيم الحدود بالدم. لذلك نقول بصراحة اليوم يعني إذا كنا لا نريد القتال، وفعلا لا نريد القتال، لكن فرض الأمن والقانون لا يعني القتال مع الكرد، بالعكس حماية الكرد والتركمان والعرب وإبعاد كل الانفصاليين والمعتدين والقاطعين لأجزاء العراق. لذلك نقول بصراحة اليوم يجب أن يعود الكرد إلى رشدهم، إلى وعيهم، وأن لا يعيش السيد مسعود البرازاني أحلام وأوهام الانفصال والتقسيم. ربما إذا كان يعيش هذه الأيام نشوة الفرح هذه الساعات، ربما الأيام القادمة ستكون كوابيس. واسمح لي أشير إلى ما ذكره الدكتور يحيى الكبيسي والأستاذ حيدر الملا، أنا أتفق معهم، ولأول مرة ربما في قضية كتابة الدستور كتب بأيادي مرتجفة وتنظر إلى الخلف إلى الماضي، وربما تعمق الأزمة من الآخر. والطرف الفاعل الذي استفاد وخدع التحالف الشيعي والكرد عاشوا على هذه التناقضات وهم يخططون للانفصال، والجماعة مع الأسف لا يعني يقدمون التنازلات. الجماعة ما يخالف، أنا أحيي أستاذ كريم، أستاذ كريم أنا أحيي هذا الاتفاق، يعني فعلا الاتفاق في الرأي غير مسبوق، مع خاصة مع الدكتور يحيى الكبيسي، لأن أنتم خصوم على الإعلام دائما في كل الفضائيات. ولكن بالمقابل هم لا يحملون فقط الكرد هذه المسؤولية، هناك طرف مستفيد، هناك طرفان مستفيدان مما وصل إليه العراق الآن، يتعاملان مع الموضوع بانتهازية وبراغماتية، أحدهما كردي والآخر طرف شيعي، وبالتالي أنتم جزء من هذه الأزمة وجزء مسؤول جدا. هذا طبعا كلام يحيى الكبيسي قبل قليل. أحسنت، وأنا أضيف له مخرجات التحالفات والتنازلات والمصالح وتعميق أزمة الثقة مع الآخر بين يعني هلالين السنة
تعميق الثقة والأزمة الثقة هو حقيقة من أجل بعض الامتيازات، لكن هذا لا يعني أننا نستسلم لقضية القضم أو الضم التي يمارسها مسعود برزاني، ولا نستسلم إلى عملية اقتطاع العراق بهذه الطريقة الخطيرة. لذلك نحن نؤشر على أن هناك خلل بسبب التحالفات والاتفاقات وحتى كتابة الدستور، لكن هذا لا يعني أننا سوف نعطي المبرر لمسعود حتى يعبث ما يشاء. اليوم مسعود تجاوز القانون، اليوم بصراحة اليوم أصبح متمردا على الشرعية العراقية والدستور وحتى الشرعية الدولية. يعني مع الأسف نفتقد إلى ضيف أقليم كردستان، مع الأسف يعني أفتقد إلى ضيف من أقليم كردستان ليكون حاضرا للرد على هذا الموضوع، لأن هناك تحول حتى في الخطاب، كانوا شركاء والآن أصبحوا متمردين، بمقابل تحول بالخطاب آخر. أريد أسأل الدكتور يحيى الكبيسي وأسمع من عنده إجابة مقتضبة في دقيقة، هل بالإمكان أن يعاد رسم الخارطة السياسية في العراق من خلال تقارب مصالح ما بين المكون السني والمكون الشيعي في إعادة رسم خارطة جديدة اللي تفضل به قبل قليل كريم النوري؟ لا لا، انا اعتقد مثل هذا يعني سيوقعنا في يعني جولة ازمة اخرى، بمعنى كما كان الوضع من 2003 الى 2014 تحالف شيعي، يعني لا اقول شيعي، تحالف بين الفاعل السياسي الشيعي والفاعل السياسي الكردي في مواجهة طرف ثالث. انا اعتقد من الخطأ الاستراتيجي ان نتحدث عن تحالف بين الفاعل السياسي الشيعي والتحالف الفاعل السياسي السني في مقابل طرف ثالث والطرف الكردي. لا، أنا أعتقد هذه هي عودة للأزمة مرة أخرى. أنا أتحدث هنا عن أنه لابد من جلوس الجميع إلى طاولة مفاوضات لإعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد، بعيدا عن الانتهازية، بعيدا عن البراغماتية، بعيدا عن سياسات الهيمنة، بعيدا عن سياسات النفوذ، بعيدا عن محاولات اللعب على هذه المعادلة المختلة، المعادلة الثلاثية، كل طرفين يجتمعان على طرف ثالث. مثل هذه المعادلات لا يمكن أن تنتج دولة، ليجتمع الفرقاء على طاولة لوضع نظام سياسي يمكنه إنتاج دولة حقيقية، دولة يحترم فيها سياسة القانون، دولة يحترم فيها النظام السياسي، دولة تحترم فيها المحكمة الاتحادية، لا أن تصبح أداة سياسيا بيد الفاعل السياسي الأقوى لكي يحركها كما يشاء. يعني ما أريد أن أقول أنه أزمة استفتاء كركوك هو مجرد مظهر من مظاهر أزمة جوهرية، هي أزمة النظام السياسي العراقي الذي أنشئ في عام 2005 مع الدستور العراقي. ويجب على الجميع الاعتراف بأن هذا النظام السياسي الذي أنتجه دستور 2005 قد فشل فشلا ذريعا، وأنه لن يؤدي بنا إلا إلى الكارثة. هل يقتنع الجميع بذلك؟ هنا الشك، لأن هناك أطراف حققت مكاسب على حساب الآخرين وهي ليست مستعدة للتنازل عن هذه المكاسب. أحول هذه الفكرة دكتور يحيى، هو الذي سيقودنا إلى الكارثة. أستاذ حيدر، يعني هل المكون الشيعي أو البيت الشيعي يستطيع أن يتنازل عن المكتسبات التي تحققت على رأسها مكسب منصب رئيس الوزراء، بمقابل أن لا يعني يقوم الطرف الكردي باستخدام ورقة الاستفتاء ونتائجه كورقة تفاوضية ضاغطة، ويجلس على طاولة مفاوضات لإعادة صياغة يعني مسار جديد للعراق؟ هذا وارد؟ يعني ممكن؟ يعني أنا ما زلت أعتقد هنالك فرصة، من الصعوبة بمكان أن نتحدث اليوم عن مكاسب، هنالك اليوم حقيقة يعني تاريخية. كل الأنظمة السياسية المتعاقبة التي حكمت العراق منذ أيام الملكية وحتى العهد الجمهوري مرور، والتي مرت فيها الكثير من الأنظمة، يعني فيها ديمقراطي، فيها دكتاتوري، فيها دموي، لكن جميع هذه الأنظمة حافظت على وحدة العراق وحافظت على العراق الواحد. اليوم التحالف الوطني بين قوسين الإسلام السياسي الشيعي قد يتحمل عار تقسيم العراق وتفتيت العراق، ولذلك أنا أعتقد هنالك ما زالت الكرة بملعب الفاعل السياسي الشيعي باعتباره يشكل العمود الفقري لهذه العملية السياسية، في أن تكون هنالك سياسة مراجعة حقيقية للـ14 سنة الماضية. قد نفهم كل الأخطاء التي حدثت، مسألة تحول من نظام دكتاتوري حديدي إلى نظام منفلت تحت عنوان ديمقراطي قد يبرر
كل السياسات والأخطاء السابقة، ولكن ليس من المبرر والمنطقي في أن نبقى مصرين على ذات السياسات طيب. وذات الأخطاء، وبالنتيجة إذا لم تكن هنالك طاولة حوار عراقي لإبرام عقد سياسي جديد فإن الطاولة ستحدث إن عاجلا أم آجلا، ولكنها إذا ما فوت العراقيين مثل هذه الفرصة ستكون طاولة الحوار برعاية إقليمية ودولية لحماية مصالح إقليمية ودولية على حساب المصالح العراقية، كما حدث في اتفاق السيد حسن نصر الله مع داعش على حساب المصالح العراقية. ولذلك في دقيقة واحدة، الفرصة ما زالت بيد التحالف الوطني، ولكن يحتاج إلى رؤية رجال دولة تستطيع أن تشخص الأزمة وتملك إرادة ورؤية. أستاذ كريم، هل لدى التحالف الوطني مثل هذه النوايا أن يكونوا رجال دولة يتعاملون مع وضع حساس، يتعاملون مع تجربة أثبتت فشلها منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة في التفرد في الحكم والتعامل ببراغماتية مع الآخرين؟ هل بالإمكان أن ينتج نظام سياسي يستطيع أن يحوي كل هذه المشاكل؟ في دقيقة واحدة رجاء. لا، وبالتأكيد نعم، بالتأكيد كان التحالف الوطني مع الكرد في اتفاقات مؤتمر لندن يتحركون بوعي المؤامرة بعقل المعارضة، لكن الآن الصدمات وهذه المناصب التي تحولت إلى مصائب ربما تعطينا درس كبير بإعادة النظر من جديد. يجب علينا مراجعة الأداء والمواقف بلا تراجع. لذلك اليوم الصدمة الكبرى واقتطاع العراق بهذه الطريقة التي استغلها مسعود حقيقة تكفي أن تكون درسا قاسيا إلينا. علينا مراجعة وضعنا، ربما أقول بصراحة رب ضارة نافعة والخير في موقع، ربما تبدأ بعراق جديد بعيد عن الانفصال والتطاول والاقتطاع. كريم النوري، القيادي في منظمة بدر، حيدر الملا، القيادي في تحالف القوى، الدكتور يحيى الكبيسي، المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكما. رسالة أيضا أوجهها للأستاذ حيدر الملا في ختام هذه الحلقة، في تعليقا على ما بدأه في الكلام عن زميلنا في هذه الفضائية أنور الحمداني. كل الاحترام والتقدير لزميلنا أنور، الخلاف ما بين السياسيين والإعلام هي واحدة من المشكلات التي أنتجت هذه المشكلة التي نعيشها الآن. هناك تمزق في النسيج النخبوي للعراق الذي يؤدي بالنتيجة إلى واحدة من مشكلات الانقسام في العراق وخطاب الكراهية. ينبغي أن نحتوي بعضنا البعض حتى نستطيع أن نخاطب الرأي العام في المشكلات التي يعيشها، في طبيعة الأزمات التي يعيشها. وبالتالي رسالتي لكلا الطرفين المتخالفين والمختلفين، الأستاذ حيدر الملا وزميلي الأخ أنور الحمداني، أرجو أن نتجاوز الأزمات والرسائل المزعجة والرسائل التي تقلل من قيمة أحدكما تجاه الآخر، لنتجه إلى فضاء وطني يستطيع أن يتعامل مع هذه الأزمات. وأتمنى أن أراكما صديقين على الشاشة تتحاوران لمستقبل العراق ومستقبل هذا الشعب المسكين. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في التعامل والتواصل مع استفتاء إقليم كردستان الذي ربما سوف تظهر نتائجه في الدقائق المقبلة، ولكن ألتقيكم على نشرة الأخبار. السلام عليكم.